كوم مرتبط، تحطوه ببالكم بالار اتش والار بي او. طيب واضحه الفكره. اللطاخه المحيطيه غير طبيعيه من شكل اللطاخه، بيقول لك الكريات شكلها هيليجيه، الكريات شكلها مكوره، في عندك مخربه بالدي اي سي، بعد لا تخضها بشوف تكون الكريات عندنا بنشوف الهدفيه اذا بتتذكروا. طيب اللطاخه طبيعيه عده اسباب، اما انحلال او اسباب اخرى بالكلاكتوزيميا الفصول التراك، او عندي انحلال باسباب التاليه، اما بيكون عندي طبيعيه في الدم او انحلال باسباب اخرى مثل الكلاكتوزيميا فصول التراك، او بيكون عندي جرثومي مثل ايش التوكسو اشع او انتاني انتاني شديد او فيروسي، او انحلال بيكون اسباب اخطاء الانزيمات مثل ايش الاشع عندنا جي 6 بي دي والبيروفيت كيناز. أو جسم تمام، ترجع من عيدها. هذا الجدول بحطوه جنبكم دائما هيك بمخيلتكم لما تكون اي شيء بده يقرا لنا الجدول واضح بالنسبه له نشر ذاكرته. بس صغير الشاشة حكيم. واضحه؟ خلينا بتعداد الشبكيات تفضل. واضحة الشاشة ولا لا؟ ايه واضحة واضحة كيف. نبدأ بتعداد الشبكيات تفضل بيقرأنا. يلا تعداد أقول واضحة. الشبكيات. ايه واضحة. تعداد الشبكيات في حال كان منخفض مفكر بمشكلة على مستوى النقي فقط دم لا مصنع. اختفت الشاشة. تمام. اختفت الشاشة. سوري. انت عندك ضعيف ابني، شغال الشاشة بس استنى شغلت. ايه بس صغرها شوي مشان يبين كامل. الله اقرا هات بعد. انا ايه تمام. تعداد دوار. شبكيات منخفض بيكون على حساب النقي فقد دم لا مصنع خلقي او تثبيط حمض وراثي. تمام. شبكيات طبيعية ومرتفعة شو ما بنعمل؟ مبيني عندي طبيعي او مرتفع بنعمل اختبار كومبس. كومس. ايه تمام. اذا ايجابي شو في عندي؟ اذا ايجابي اما تنافر الريزوس او تنافر الاي بي او. اذا سلبي اذا سلبي بنطلب ام سي في حجم الكري. في حال كان إذا ناقص ناقص بنفكر باربع امراض، فقر الدم المزمن داخل الرحم، نقل الدم الجنيني أو الوالدة، انفصال المشيمي والتلاسيميا. إذا مرتفع أو طبيعي شو بنعمل؟ نطلب لطاخة. تمام. إذا الطاقة غير طبيعية بس ما تحولت الشاشة. حولت النت عندك ضعيف. إذا غير طبيعية اشتغلت. اشتغل الشاشة عندك لسه؟ مين لسه شغل عنده الشاشة يكمل؟ عند أخطاء أنزيمية؟ لأنه الشاشة قلنا يعبتوه تكور دور. مش الحال حكيم. مش تكور الكريات ايوه او هيليجية الكريات الحمر او الكريات الفموي او اعتلال الخضاب او الدي اي سي تخثر منتشر داخل الاوعية. هاي في حال كانت اللطاخة تمام. غير طبيعية. إذا اللطاخة طبيعية مفكر بفقر الدم
ايش اشياء سبب لفقر الدم يا جماعه؟ بتعرفوا اشياء سبب لفقر الدم عند حديثي الولاده وخاصه الخدش؟ هو فيزيولوجي ولا سحب الدم؟ سحب الدم حق سحب الدم سحب الدم سحب الدم. برافو عليك برافو عليك. سحب الدم المتكرر. وخديج كل يوم عم يسحب له سكر، كالسيوم، بلوروبين، سي ار بي، سي بي سي، شوارد، كذا، فوليوكرياتين، بصير عنده فقر دم. طيب، او اذا في عندي انحلال مثل ايش الانحلال قلنا؟ الفيزوس وال الاي بي او. الانحلال له جرثومي فيروسي قلنا كان دم او تمام. اسباب اخرى بسوي جالاكتوزيميا مثل ايش؟ جالاكتوزيميا، قصور درق. مين بيعرفنا شوي الجالاكتوزيميا؟ هي ابني وظيفه لك للاسبوع القادم، تجيب لنا 5 سطور هيك شغله دقيقتين على الجالاكتوزيميا. تمام؟ ايه تمام حكيم. جالاكتوزيميا. وانت بنتي وين الصبيه؟ شاطره؟ اعطيناك اياها على الدياموند بلاك بان. ها طيب، او اذا في عندي انحلال شو ايش؟ اخطاء خلقيه مثل جي 6 بي دي والبروبي الفوال وعوز بوفاه كيناز. الاشياء والفوال. واضح حكيم هلا؟ ايه واضح حكيم. واضح حكيم. هلا المقصود بالتلاسيميا اكيد تلاسيميا الفا، مو هيك؟ لانه التلاسيميا بيتا بتتاخر بالظهور. لا هي الفا وبيتا بيطلعوا من حدا بالولاده، بس نحن ما بتشخصوا معنا يا 6 شهور. نحن عم نحكي عن المقاربة عند الوليد، مو هيك؟ لا الفا هي الاشياء، ايه الاشياء الفا. تمام يا جماعة. بس نحكي على تقدير مدى النزف اعتمادا على علامات الحيوية، هي بهمكم حياتكم العملية يا جماعة. إذا واحد نزف ما بينزل خضابه ساوي، تمام؟ يعني إذا حادث سير شفته عم بينزف، روح عمل له خضابه بضل 12، أبسطكم ليموت لتنقل له دم طول خضابه 12. لينزل خضاب بده يوم يا 3 أيام. واضحة الفكرة؟ يمكن قالوا لكم إياها في جراحات كثير، قالوا لكم إياها ولا لا؟ علمكم بالجراحه الشغلات ولا ما علمكم؟ انا عند البالغين ما عند الاطفال يمكن بالعكس حكيم، مو هيك ولا لا؟ لا نفس الشيء. اذا واحد صار عنده حادث سير او نزف او قيامه دمه، او وحده عتوله صار عندها انفكاك بشيمه باكر وصار عندها نزف صاعق، ما بينزل خضابه مباشره، بده فتره يوم يا 3 أيام لينزل الخضاب تحت مخبريا. تمام؟ يسموه بسموه حكيم الخطاب الكاذب. شلون بتقدر؟ ايوه برافو عليك. ليش هو لك احنا ايش بنعتمد؟ لا قد ايه نزف عشان اعرف اقدر اقول له دم؟ الهيموجلوبين بنعتمد حكيم. الهيموجلوبين. يعني نقول هيموجلوبين ما بنعتمد عليه اول يوم، لانه بكون ارتفاعه كاذب. تسرع القلب على علامات العلامات الحيويه. علامات الحيويه. العلامات الحيويه عفوا. تمام. اذا تسرع القلب بيكون النزف بين 5 و10%. اذا تسرع اكثر من 20 نبضه مع انخفاض الضغط اكثر من 10 ملي بيكون تسرع قديش؟ النزف اكثر من 10%. واضح الجدول عندكم؟ واضح. ايه اللي بتقول ايه دكتور؟ مين معنا؟ قريب دكتور انا يسرى. يسرى تسرع قلب يكون بين 5 و10%. تسرع قلب بمعدل اكثر من 20 نبضه مع انخفاض البي بي بمعدل 10 مليمتر زئبقي بيكون اكثر من 10%. انخفاض البي بي تسرع مع تسرع قلب ثابت يكون 30%. نبض غير مجسوس يكون اكثر من 40%. يعني عرفوا اذا المريض نبضه غير مدسوس تقريبا 40% من دمه راح. واضحه؟ عشان تعرفوا تقدروا نسبه النزف عند الاطفال وعند الكبار. يعني جيتك وحده وكانت هي يسرى صرت دكتور نسائيه، جيتك وحده بالمناوبه عم تنزف بتعملي لها خضاب بيطلع خضابها 12، ما بتقولي لها دم، بدك تعرفي بدك تقولي لها دم، كيس كيسين ثلاثه كل ما كان نزف اكثر بدك تقولي لها دم اكثر. من العلامات الحيويه اذا نبضه غير مدسوس قولي لها كيس وكيسين وثلاثه ولا تاكلي هم، بدي اي سي، عرفت علي؟ عطالة رحمية،
انفكاك ماشي بباكر، تقول لي كيس كيسين دم ولا تاكلي هم 3 كاس، وهي بتوصي الى 10 كاس. تمام. حجم الصوت راح والمشاركة. واضح الصوت بنتي ولا؟ هلا وضح الصوت. ألو. هلا. المشاركة. كمان واضحة. احفظوا عني القاعدة الذهبية، وأكيد كلكم ما شاء الله صرتوا دكاترة بتعرفوها. الطريق الخارجي ده بيعبر عنه البيت، الطريق الداخلي مين بيعبر عنه؟ البيت تي تي، والطريق المشترك البيت تي والبيت تي. تمام؟ يعني أنت أوتوماتيكيا، وأنت أيها الطبيبة أيها الطبيب، فقط شفت عندك تطاول بيتي عارف عندك المشكلة في الطريق الخارجي، عندك تطاول بي تي تي عارف المشكلة في الطريق. راح الصوت دكتور. دكتور عم ياخذ حضور شيء؟ الصوت واضح؟ ايه حكيم هذا واضح، والمشاركة كمان. هلا الصوت راح بس بقيت مشاركة. الو كيم، يعني حاطط سماعات حتى الصوت عم يروح؟ هلا اوضح. السماعات ما بروح الصوت، السماعات ما بروح الصوت، بس بجوز كان في عندك مشكله بالنت حكيم، في عندك كانه مشكله بالنت حكيم. النت عندي يسال وسرعته قوي ما شاء الله ممتاز، شغل يوتيوب وشغل كل شيء. هلا حكيم لما كنا عم نسمع بعضنا لو ناخذ على الزوم افضل. الصوت صار، بقول هيك الصوت اوضح. ايه هلا حاليا واضح. طيب يعني اذا هيك اوضح ناخذ هيك ما بلا السماعات كلهم. طيب شوفوا اذا هيك اوضح هو غالب السماعات، بس السماعات هاي بستعملها. ها السماعات هي حكيم صوتك واضح هيك حكيم.
السماعات هنا متعطلات. لا هنا التطبيقات ما بقبلوا انه يكون سماعات. طب جوز طيب نجيبه يا ابنه. طيب احد الزملاء كان عم يسال على الحضور، هدول الاستاجات معتمدات في الكليه والحضور فيهم اجباري، وتحققوا 80% من الحضور فيهم. ها ابني يعني هن شيء 20 استاج طول السنه، 10 كل فصل، تمام؟ وهدول هامات الكل فحص تخرج. يعني هدول زبدة الحكي اللي عم نحكيه بالمحاضرات النظري، نفسه بيلخص محاضرات النظري في اسلوب اخر. واضحة الفكرة؟ يعني بس اشوف لحظة. يعني انتم كم طالب سنة سادسة؟ 160 170 هيك شيء. 170 حضرانين 71 بقية البيئة. يعني حضران 71 طالب، وين 99 الباقية؟ ليش ما بيحضروا؟ الاستاج بقول أنا في إدلب صعب، بجي كل يوم بروح على الاستاج، كل أسبوع أجي بروح، طبعا النت كمان صعب. زدت 1 صرت 72. وين آسيا؟ حكيم بتاخذين التفقد؟ بأخرت الجلسة باخده، يعني هيك عم بيطلعوا بفوتوا. يعني تمام، آخر جلسة يكون موجود خذي له تاخده. تمام دكتور، احكي عن الوظيفة. شارك الشاشة كويس؟ ايه هلا لك في انا وقت للوظيفه، بس ناخذ ساعتين بعدين نحكي الوظائف. بس خلينا بعوامل التكسر، قلنا البي تي هو العام الخارجي، البي تي تي هو العام الداخلي، البي تي مع البي تي تي هو العام المشترك. العام المشترك مين بيعرفوا لنا عوامل التكسر؟ اول ثاني وخامس وعاشر. لا مجموعين بتاريخ ميلاد 1972 يا ريت ناخذ التفقد باول الجلسه واخر الجلسه، لانه احيانا الواحد يفصل عنده النت. دكتور صوتك مو مسموع.
حكيم، إذا بنقلب على الزوم يبقى من عنا على الكلية بموضوع الحضور على الزوم. لأنه الواضح هون في مشاكل كتير. حكيم مع حضرتك، كاتم المايك بس افتحهم بعد إذنك اللي جنب المكبر. هيك واضح الصوت زملاء؟ ايه واضح الصوت. انا ما بسمع صوتكم، المشكله صوتكم جدا ضعيف. يا حكيم بس لو بنقلب على الزوم افضل. هيك اسالوا. حدا يسمعنا صوته؟ دكتور هيك مسموع الصوت. ايه تمام. هذا لانه جانا اتصال روحنا الصوت، لما بيجي اتصال كان بروح الصوت. طيب تمام هيك ومسموع واضح؟ واضح دكتور. الشاشه مشاركه؟ ايه تمام. طيب نرجع لعوامل التخصص بس على السريع. قلنا البيت بيعبر عن اي طريق؟ خارجي. داخلي. خارجي. البيت تي داخل. والمشترك بيت الاثنين بيت وبيت البيت تي اثنين. طيب يا جماعة هذا الجدول لازم تحفظوه بصم، يا الأمراض الدم يا حياتكم العملية دائما. يا جماعة الفيبرونوجين في جميع الأمراض النسفية طبيعية من عدد دي اي سي بيكون نازل، هاي النقطة الأولى. دكتور ايشو؟ ايشو ابني شو عندك مشكلة؟ واضحة الفكرة الأولى؟ الفيبرونوجين في جميع الأمراض بيكون طبيعي عدا في الدي اي سي بيكون منخفض. في الدي اي سي شو بيكون؟ يكون منخفض. طيب الصفيحات في مرضين بتنقص فيهم، جميع الامراض النسفيه طبيعيه الصفيحات ايضا، فقط في نقص الصفيحات وبالدي اي سي بتنزل. واضح دكتور؟ ايه هلا حسب انه مارسمين هنا انه الطريق المشترك نحيطين العامل الاول والثاني والخامس والعاشر، ولا بنحط معهم بيتي تي وبيتي كمان؟ البيت والبيتين بالطريق المشترك بتجي. تمام. تمام. بالمشترك تتأثر البيتي والبيتي تي، كانوا تلاتة طريقين. طيب خلونا بالجدول تحت بس انه عرفوا يا جماعة الدي اي سي بيشرك كل شيء في الدم. الدي اي سي شو بيعمل؟ الصفيحات بتتخربط تنزل، الزمن النزف
البيتي بلادينج تايم ها تمام بتأثر البيتي بتطاول البيتي تي بتطاول العامل الثامن بنقص الصفيحات بنقص الفيبروجين بنقص وإن الصفيحات بتنقص في الدي اي سي وبتنقص بنقص الصفيحات بينما بنقص الصفيحات بيكون كل شيء طبيعي من عدا فقط ايش بتأثر بالصفيحات زمن النزف وعدد الصفيحات اذا جبنا لكم قصة سريرية في الامتحان كل شيء طبيعي بس البيتي البليدنج تايم او زمن النزف بالطاول والصفيحات ناقصة والباقي طبيعي عرفوا هذا نقص صفيحات بدنا اعور عامل داخلي ولا خارجي نعور A و B داخلي داخلي ما تأشل بالطاول البيتي طبعا عامل فيلم والبراند بيكون طبيعي بالناور إمت من أصبين والبراند فول والبراند في جميع الأمراض طبيعي من عدا بداء فول والبراند داخل وهي وظيفة رقم 3 يمين إليك آسيا هاي الوظيفة فول والبراند تمام تمام تحكينا عفون والبراند من الكتب اللي درسناه زملاء من الكتب اللي درسناه ما بدأ ترجع على المراجع من كتبكم طيب إذا نعور البيتي صفيحات ناقصة لا زمن النزف طبيعي عامل طريق خارجي لا شو هو طريق داخلي معناتها شو بالطاول البيتي تي النعور اي عوض العامل الثامن معناتها العامل الثامن بنقص فلوبران طبيعي صفيحات طبيعي والفيبروليجين طبيعي اذا فقط بالطاول البيتي لانه طريق داخلي وبنقص العامل الثامن في النعور بي نفس العامل الثامن النعور اي كل شيء طبيعي بس البيت بالطاول والعامل الثامن طبيعي ليش لانه نقص في العامل التاسع هون فول والبراند بالطاول زمن النزف ويمكن يكون البيت تي طبيعي او بالطاول لكن بشخصه نقص فول والبراند عامل فول والبراند طبعا صفيحات والفيبرونوجين طبيعي بالدي اي سي كل شيء مخربط بس فول والبراند هو الطبيعي عوز فيتامين كاف العامل مشترك البيتي والبيتي بتطاولوا العامل الثامن والفلوبراند لا مالن علاقة الصفيحات مال علاقة والفيبرونوجين مال علاقة في نقص الصفيحات انها بتنقص الصفيحات بتطاول زمن النزف فقط تمام يا جماعة النعور في عنا ثلاث أنواع منه النعور A هو عوض العامل الثامن النعور B هو عوض العامل الثالث من يعني من عوضه النعور C أو G هو عوض العامل 11 هذا الجدول ليس للحفظ لكن لكي تعرفوا تلاقوه تمام لما بيجيك مريض عنده مشكلة نعور بقول لك صار عنده أحد الأحداثيات صار عم يزف النزف من الفم صار عنده بيلة دموية صار عنده نزف الدماغ عرفت شلون عشان تعرفوا ايش الجرعة وقديش تعطوها لازم تعرفوا هذا ينحط بالإسعاف بكل أقسام الإسعاف ينحط هذا الجدول على الطاولة أو في الكتاب موجود لما بيجي مريض بقول لك أبونا هذا مشخص نعور لكن صاير معه رعاف شو بتعطيه بتعطيه 40 وحدة على الكيلو مرة في اليوم من عامل الثامن طيب مين كان ياخذ وظيفة أنا دكتور يسرى يسرى وليش شو وظيفتك يا يسرى كانت؟ عن ليش نهم وفقر الدم الحديدي الحديدي ايه الحديدي ايش قلت ايه قولي لنا ايش هدول الاحكي هالون لا ليش نهم اول شيء هو اضطراب وراثي نادر بصير بسبب عوز انزيم ال HGBRT اللي هو الهيبوكزانتين جوانين فوسفوريبوزيل ترانسفيراز وهو موجود على الصبغي إكس متنحي يحدث في طفرة بالجين HBRT1 بيؤدي نقص هذا الأنزيم لتراكم حمض البول بالسوائل في سوائل الجسم يعني وبينتج هذا التراكم عن زيادة إنتاج وقلة استخدام البيورينات
فبالتالي بأدي لي لنقرس، أمراض كلية، ضعف عضلي، تخلف عقلي متبدل، وأعراض عصبية. هي بالسنة الأولى. أما بالسنة الثانية تتظاهر بسلوك إيذاء النفس، عض الشفة والأصابع، كمان عند تكشير الوجه، تلوي لا إرادي، حركات متكررة للذراعين والساقين. هاي الأعراض العصبية إنه مجهولة لأنه بيعمل عوز هذا الأنظيم، سوء امتصاص بـ 12، وبالتالي هون بيعمل لي فقر دم ضخم الألومات. العلاج إذا نعالج نقرص مشاكل كلها بنعطي الألوبيورينول، وممكن بعدين في يمكن حسب ما قرأت إنه بشيلوا الأسنان بصوا الأظافر عشان ما يأذي حاله الطفل، لأنه ممكن يعض شفاهه وإيديه وهيك. يمكن ياكلون. تمام. طيب السؤال الثاني، برافو عليك. السؤال الثاني، فقر الدم الحديدي بكون هو طبعا الصغير الكوريا. أول شيء في منه وراثي وفي مكتسب. الوراثي كمان مرتبط بالصبغة إكس، والخلل بيكون في الامبسيلون امينوليفولينيك. أما المكتسب بيكون ناتج عن أمراض مثل خلل تنسج نقي، اضطرابات نقي تكاثرية، بيضاد نقوي، أدوية مثل الإيزونيازيدات الغولية، كارسينوما، التهاب مفاصل، فاقات الدم الانحلالية وضخمة الألومات، وعوز البيريودكسين البي 6. بيشخص فقر الدم هو إنه يكون عندي فقر دم معند ناقص الصباغ مع حديد النقي. تمام. فقر الدم يكون ناقص الصباغ مع فرط حديد بالنقي، والأرومات الحلقية هي المتقصة والواسمة. وكمان عندي من خلال نطاق الدم محيطية بنشوف أجسام بابنهايمر، بتكون ثنائية الشكل سوية وصغيرة. والعلاج بيكون إما إذا كان عند الكبار إيقاف الكحول أو الأدوية المسببة، والحالات الوراثية بتستجيب على البيري دوكسين بي 6. ممكن أعطي حمض الفوليك، يكون ضروري اللي يكون عنده عوز فولات مرافق. أعطي حديد هون؟ نعطي حمض الفوليك اللي عندهم عوز حديد فولات مرافق. حديد؟ لا ما بنعطي حديد هون. برافو عليك. هو العكس عم تراكم حديد. ايه صح، ما بعطيه. تمام. مين فيها اعطينا وظيفه كمان؟ يعني مين اعطينا وظيفه كمان ولا بس هالوظيفتين؟ ما اعطينا وسخة الدريش؟ معقول يسرى أعطيناك لك وظيفتين بس ذكر أعطينا يا شاب وظيفة؟ والله ما بعرف. أنا أخذت هدول وقتها. وظائف اليوم مين أخذون؟ أنا حكيم. أنا أخذت وظيفة. طب بس عيدونا كل من الاسم والوظيفة عشان أتذكرون. كتبيون عندك يا آسيا هالوظائف عشان أتذكرون. حمزة الحيط أخذت عن الجلاكتوزيميا. برافو عليك. ماري شطور. أخذت عن شواسمان دياموند. دياموند بلاك فين؟ أيوة. فين؟ آسيا. فونو ليبراند. أي خدي آسيا يعني إيه؟ فونو ليبراند. تمام. كنت أحكيكم على الجي 6 بي دي بس طويل شوي بده تركيز. من أجل الأسبوع القادم، يعني نحن محاضرتنا بين 50 دقيقة والساعة، يعني على الدراسات الحديثة كلها أثبتت إنه الإنسان ما بركز أكثر من 45 دقيقة. يعني عم نحاول نشد شوية الساعة بس لا، يعني بدي ساعة وربع، بدي نص ساعة عليه ما خرج تاخذوا. تمام. أسبوع الجاي موعدنا إن شاء الله. أشوف أسبوع الجاي أحاول أضبط الكمبيوتر، عندي بده فرمة تدخل من الكمبيوتر، إذا ما ضبط عود اللي بعده بناخذ على الزوم. تمام. بس عم تقولوا لي هيك زبط معناتها المشكلة بالمايك كانت. هلا اتقطع الاتصال بعد ما شلنا المايك.
لا تمام. ما أطال اتصال ما بعد ما شن المايك بعد أطال اتصال ما زملاء ايه كأنه إذا أجد مكالمات أو شي رسالة عم يروح الصوت، لا أنا من عندي ما في هيك خيار إنه يروح الصوت من عندك كل 10 دقايق أو هيك شي. معناتها الكمبيوتر أبطل. طيب الزاخة بنظبط الكمبيوتر. طيب خدينا التفقد آسيا حكي تمام أخذته هلأ تمام أخذتي دكتور. بس أنا الوظيفة بلاك مان ولا شواش مان؟ لا دياموند بلاك فين مش واش مان، هذاك اللي بيكون فيه سوء امتصاص. لا دياموند بلاك فين الاستاج العملي عندنا يوم يوم الأحد الساعة 8 صباحا في مشفى الأيدا. بتمنى الكل يحضر، عندنا مقاربة حالة سريرية ودراسة حالة سريرية، تجيبوا لنا مرضى نبدأ نقاربهم. تمام زملاء؟ إيه تمام حكيم إن شاء الله مشكور. حكيم ما بيتأخر ما بيتأخر 9:30 ما بيتأخر 8:30 القاعة لازمتهم بالتسعة ونص، نحن عم نخلص 9:30 9:30 إلا 5 هيك عم تخلص، لازمتهم القاعة لأنه تمام القاعة عندهم فيها مخاضرات وتدريبات، عرفت شلون؟ نحن بالزور منا عليهم، يعني كانوا هن مرة يعطونا القاعة لأنه دائما عندهم تدريبات. بدنا نحن متفقين 9:30 بنخلص بنسلمكم القاعة. تمام الله يعطيك العافية حكيم. يعني ابني أنا بجي من تركيا بلحق، شو بكون؟ منين عم تجوا أنتوا؟ يعني بالستة الصبح بفيق من بيتي لأجي. المشكلة السرافيس يا حكيم يعني بيتأخروا شوي. منين حدا بيجي من إدلب يعني؟ إيه الله جماعة إدلب ما لهم ملزمين بالحضور، جماعة عزاز يعني عم بحكي وعفرين والمناطق القريبة. لمن يرغب. لمن يرغب، إيه طبعًا إدلب لمن يرغب، يعني بابنا مفتوح لكن لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها. تمام جماعة بتمنى لكم هيك دراسة سعيدة وهلا طبعا يعني